السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب. حياكم الله مشاهدي ومستمعي قناة الريان عبر موجة 97 FM. وفي هذه الحلقة بنتناول مواضيع اقتصادية وأمنية وثقافية مختلفة. نعم بإذن الله تعالى يا أحمد، وأيضا وذلك راح يكون إن شاء الله من خلال ضيوف متميزين وسلسلة من التقارير المتنوعة، نأمل أنها تنال على إعجابكم ورضاكم بإذن الله تعالى. إذن أحمد، البداية بإذن الله راح تكون مع الاقتصاد وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم افتتاح المؤتمر الخليجي الثامن للجودة والتنمية البشرية. يركز المؤتمر على أهمية الترابط بين أنظمة الجودة العالمية وتنمية العنصر البشري، مما يحقق التمييز للمؤسسات والشركات في المجتمعات الخليجية. انطلقت أعمال المؤتمر الخليجي الثامن للجودة الذي ينظمه مركز الخليج للتنمية تحت شعار الجودة والتنمية البشرية، بمشاركة عدد من الجهات في الدولة وممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسلط المؤتمر هذا العام الضوء على موضوعات تهم نظم الجودة ويستعرض أبرز التجارب في هذا المجال. لقد أولى دولة قطر أهمية كبيرة لموضوع الجودة وتقييم الأداء المؤسسي من خلال إعادة الهيكلة واستحداث وزارة التنمية الإدارية، إذ استحدثت إدارة مختصة بالجودة وتقييم الأداء المؤسسي تهتم بوضع وتطوير معايير للجودة في الجهات الحكومية تستهدف الوصول للتميز المؤسسي. وانطلاقا من ذلك، ستطلق وزارة التنمية الإدارية بحلول العام 2016 جائزة التميز الحكومي تستهدف تعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وذلك من خلال قياس مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي ونشر نتائجها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية وتشجيع ودعم تطبيق نظم الجودة بالجهات الحكومية وخلق بيئة تنافسية محفزة للإبداع والابتكار. وسيتم خلال المؤتمر عرض أوراق عمل تبرز أفضل التطبيقات في مجال الجودة وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، وكذلك في مجال تطبيق أنظمة الجودة وأثرها على دور القيادة. المؤتمر هذا بيكون جيد، بيكون فيه نقاش على شهادات الجودة وأهمية شهادات الجودة، وبيكون في نقاش على شهادة الرعاية الاجتماعية. احنا كما تعلم شركة قطر الأسمدة الكيماوية من أول الشركات اللي حصلت على الرعاية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية هي مهمة أن الاهتمام بالموظفين مش بس في مجال العمل، حتى بشؤونهم الخارجية. المؤتمر الخليجي للجودة الذي ينظمه مركز الخليج للتنمية سنوياً يحظى بدعم عدد من الشركات الكبرى، ما ينعكس في ازدياد المشاركة في أعماله عاماً بعد عام من قبل القادة والمختصين وطلاب الجامعات. وفي شأن آخر، أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلام المرورية 24 اكتمال كافة الاستعدادات للمؤتمر الذي ينطلق في 16 من نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك تحت شعار الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو. نعم أحمد، للمزيد حول المؤتمر وأهدافه معنا في الاستديو العميد المهندس محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وأيضا رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. يا مرحبا ومسهلا فيك عبد الله، حياك الله في الاستديو الترحيب. الله يحييكم ويجزاكم الله خير، وأشكر طبعا في البداية قناة الريان لاستضافتنا لنشرح عن المؤتمر وعن اللجنة الوطنية والاستراتيجية الوطنية، ودائما أنتم طبعا سباقين لامور التوعيه المروريه وبرامجكم الهادفه ل يعني توعيه الناس وتوعيه المواطنين والمقيمين في قطر. طبعا كبدايه المؤتمر ان شاء الله تحت رعايه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه يبتدي ان شاء الله يوم 16 و17 و18 من هذا من هذا الشهر اللي هو الاسبوع القادم، ويسبق ايضا الافتتاح الرسمي طبعا يوم 16، لكن يسبق ايضا يوم 15 ورشه مغلقه من 40 خبير تقريبا من داخل قطر ومن الخبراء اللي جايين
بيقدمون أوراق العمل. هاي الورشة تناقش بس حوادث الشباب، وطبعا احنا طلبنا هذه الورشة من المنظمة العالمية للطب والسلامة المرورية للتركيز أيضا واهتمام المسؤولين بحوادث الشباب، وليس فقط وما ينتج عنها من إصابات أيضا خطيرة. طبعا نتكلم العدد أو الاهتمام العالم ككل واهتمام أيضا دولة قطر بحوادث الشباب وحوادث الحوادث عامة، لكن أن الفترة الأخيرة حوادث الشباب في العالم ككل نتكلم عن احنا يعني دائما يذكرون انه او منظمه الصحه العالميه اخر احصائياتها الكل يعرف ان 1,300,000 وفاه في السنه في العالم ككل، ومتوقعين ان يعني خلال وهذا تقصد ناجم عن حوادث مروريه حوادث المرور فقط حوادث المرور. احنا نتكلم احنا احنا اذا نتكلم عن مسببات الوفاه متعدده يعتبر عديده من بدايه الامراض، لكن المؤتمر مختص في الحوادث المروريه. حاليا 1,300,000 يشكلون سابع مسبب للوفيات في العالم، ومنظمة الصحة العالمية طبعا والأمم المتحدة انتبهت لهذه الأرقام الكبيرة من 5-6 سنوات تقريبا، وعدت برامج وعدت وطلبت من جميع الدول وضع استراتيجيات وطنية لتخفيض هذا العدد. وطبعا مثل ما يعني أكثر شيء تركيز على الدول سريعة النمو، وطبعا الدول المستقرة فيها حالة السلام المرورية واللي وصلوا من وضعوا خطط من 15 و 20 سنة نتكلم مثل السويد وبريطانيا اللي احنا ايضا من عدة اشهر جبناهم وطبعا وقعدنا معاهم على اساس نشوف الفيجن زيرو اللي هو الصفرية، يعني كيف وصلوا الى قريب من الصفر لكن احنا طبعا نتكلم عن بعد شوي ان شاء الله عن عدة عوامل ليش الحوادث في دول الخليج ودول سريعة النمو كثرت، وهي تشكل طبعا أكبر عدد من الوفيات والمصابين. هم ذكروا 1,300,000 قتيل من حوادث المرور، لكن لا ننسى هناك 50 مليون مصاب. طبعا لما نتكلم عن 50 مليون مصاب في العالم إصابة بليقة، يعني إصابة الإصابات الخفيفة ما تذكر، الإصابات الطفيفة لا تذكر في هذه الإحصائية، ما تذكر لا، لأن إصابة طفيفة يوم يومين وثلاثة يعني يطلع من المستشفى. لكن يمكن عبد الله هذا يشرح اسم المؤتمر اللي هو البعض يستغرب أنه مؤتمر الطب والسلام المرورية، استعليق هذا في هذا في مؤتمر. فالمؤتمر مثل ما ذكرت أنت في كلامك أنه متخصص فقط في حوادث المرور الناجم عنها سواء وفيات او اصابات الحوادث او الاصابات. نعم هاي المنظمه اصلا اسمها يعني المنظمه عالميه يعني تقدر تقول منظمة الصحة العالمية اللي هي تتبع للأمم المتحدة. أنشأت هذه المنظمة يعني من أكثر من 24 سنة، لكنها بدأت بالفترة الأخيرة يوم كثرت أعداد الوفيات والمصابين. فأعداد المصابين 50 مليون نتكلم عدد في العالم ككل، فبدأوا يحطون برامج لمعالجة وتأهيل الناس المصابين وإعادتهم إلى الشارع مرة ثانية اللي بيسوق مثلا أو إعادته نفسيا، اللي طبعا أمور كثيرة تترتب على المصابين، فقدانها إلى من ناحية الحركة، فقدانها إلى يعني تأثيره على الحياة الاجتماعية، أمور كثيرة تدخل فيها. هاي كلها إن شاء الله سوف تناقش في هذا المؤتمر، المؤتمر 24. طبعا احنا كسبنا ملف هذا المؤتمر من سنتين بعد موافقه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه لاستضافه هذا المؤتمر، وحاولنا بكل جهد يعني بعد كانت محاوله من بعض الدول الصين وايران، لكن كسبنا هذا الملف ان شاء الله. واستعددنا يعني احنا والمجلس الاعلى للصحه وان شاء الله بالتنسيق طبعا مع المنظمه. وتم خاصة الفترة الأخيرة عندنا اللجنة العلمية استقبلت تقريبا ما يعادل 136 بحث ودراسة، وسوف واخترنا منها 98. وتم مناقشتها ايضا في مثل هذه هاي كلها ان شاء الله يعني من بداية من اول من في الورشة سوف تناقش بس بالتحديد على حوادث الشباب والتركيز عليها. سوف تعرض هذه الورشة يوم 15 قبل الافتتاح، لكن الورشة هذه
بتعرض نتائجها يوم 16 اللي هو بعد الافتتاح الرسمي ان شاء الله. وبعدين تبتدي عاد اربع ورش من اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. الاربع ورش ايضا ليس فقط الطب المروري، لكن هناك الهندسه والنقل والصحه والتعليم وايضا تنفيذ القانون وايضا العمل الاجتماعي والثقافه المروريه والتوعيه. هاي طبعا بتكون اربع ورش، طبعا في شراكه كبيره او من قطر داخل قطر. نعم، في ايضا مشاركين ابو عبد الله واخوي خالد، مشاركين من عده خبراء وايضا مختصين في مجال السلامه المروريه، واعتقد مع هذه الورش راح يطلعون بنتيجه جدا كبيره، وخاصه ان موضوع مثل ما ذكرت موضوع جدا مهم. ايش قولك يا خالد؟ نعم، انا يعني مثل ما قال احمد ابو عبد الله، انا ودي اسالك يعني مثل هذه الطاقات المهوله اللي راح تكون مشاركه في خبراء دوليين راح يكونون موجودين وايضا خبراء محليين، الى اي مدى يمكن ان يسهم في يعني هذا المؤتمر في التعزيز من ثقافه المجتمع او قائدي المركبات المتواجدين في الشارع وايضا مستخدمي الطرق للحد من ماهية هذه الحوادث وما ينتج منها من أخطار قد تكون وخيمة على المجتمع أيضا؟ نعم. فشلون ممكن تنتج هذه من ناحية إيجابية؟ إحنا طال عمرك يعني حاولنا أيضا للمنظمة قلنا لهم إحنا أيضا ليش اخترنا العنوان اللي ذكرناه في الدول سريعة النمو. هني إحنا عندنا طبعا أعداد الناس متزايد. نعم. انت زادت عدد العمالة وبالنسبة خاصة نتكلم عن قطر. نعم. لكن هم عندهم كعدد في الدول سريعة النمو يتزايد أكثر. نعم. الحوادث تزيد، المصابين أعدادهم تزيد، فإحنا هنا ركزنا أيضا إحنا عندنا يعني مثل ما يعني طبعا الإدارة العامة للمرور وبالتعاون طبعا مع اللجنة الوطنية، أو الهدف اللجنة الوطنية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ أنشأت من 3 سنوات تقريبا، هدف أول شيء وضع الاستراتيجية الوطنية، خطة ل5 سنوات و10 سنوات قصيرة المدى وطويلة المدى، لأن طبعا الهدف الأساسي تخفيض عدد الحوادث والوفيات بأكبر عدد والوصول إلى وضع زيرو فيجن. يعني احنا والله ما حطينا زيرو فيجن، بس وصلنا يعني ان شاء الله نوصل، ان شاء الله نوصل يعني التارجت مالكم ان احنا نبي ننزل من اعداد الوفيات اقل عدد ممكن حسب الخطط اللي وضعناها. نعم. وحسب الاستراتيجيه اللي وضعت لدوله قطر الوصول الى من الان الى 2020 نصل الى 6 وفيات لكل 100,000 نسمة لكل 100,000 نسمة. إيه نعم، هذه طبعا معادلة تستعمل في كل دول العالم. ليش تتكلم عن زيرو فيجن؟ احنا السويد مثلا وصلوا ل 3 وفيات لـ3 وفيات لكل 100,000 نسمة، لكل 100,000. لكن نسمة. هناك تقدر تقول عدد السكان مستقر. نعم. أطوال الطرق مستقرة. نعم. عدد المركبات مستقرة. لكن احنا عندنا يعني تلاحظ نظرا زيادة دائما في نظرا يعني فوز قطر بملف 2022 والمشاريع والشركات اللي قدمت على البلد، وعدد السكان زاد في الفترة الـ4-5 سنوات في تسارع مستمر. فاحنا كنا يعني مع هذه الزيادات في جميع المعطيات اللي ذكرته اللي هو خاصة عدد المركبات. نعم. وصلنا ما يقارب المليون سيارة. أطوال الطرق زادت وبزيد إن شاء الله الشبكة المترقبة لما تكتمل إن شاء الله خلال الـ5 سنوات القادمة قبل نعم قبل 2022. وعدد السكان متزايد. هنا إحنا يعني الهدف 6 وفيات من سنتين. نعم. لكل 100,000 نسمة. نعم. لكن وصلنا يعني لين 2014 لـ8 وفيات لكل 100,000 نسمة. 8 وفيات لكل 8 وفيات اي طبعا هاي نعم. بس اول ما بدينا طبعا العدد كان مرتفع، العدد السكان شوي اقل، لكن نعم. الفتره الاخيره زاد عدد السكان. نعم صحيح. لكن بالنسبه نسبه وتناسب. نعم ابو عبد الله، الصوره وصلت يمكن بالحديث اكثر عن الارقام، الارقام دائما ما تدلل عن نفسها وتصيغ. نعم. هي من نفسها الجمله اللي نعم. توضع فيها. انا ودي اسال يعني من خبرتك الان من قبل لا يتم مناقشه اجنده هذا المؤتمر، ما هي الاليات، ما هي الاستراتيجيات التي لابد ان تتواجد حتى
تقلل من خطر الحوادث المرورية، سواء كانت من أجهزة المرور أو أيضا على مرتدي الطريق. فشنو الأشياء اللي لازم تكون متواجدة عشان ما نشوف هذه الحوادث ونسمع هذه الأرقام اللي قد تكون مخيفة نوعا ما؟ والله أنا يعني أنا نتكلم عن ليست فقط مخيفة، لو تكلم إحنا ليش قلت لك أنا عالميا العدد مخيف، يعني المتوقع يوصل 1,500,000 وفاة خلال العشر سنوات القادمة، وبيصير المسبب يعني متوقع من المنظمة الصحة العالمية أن يصير المسبب الثاني أو الثالث كمسببات للوفاة. وفاة في العالم من حوادث الطرق. لأي سنة؟ أتكلم من الآن إلى 2020، وهي موجودة يعني من المنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. فلذلك حتى الأمم المتحدة خصصت يوم 15 أيضا ذكرى حوادث، ذكرى الإصابات وحوادث الوفيات في العالم ككل. فأيضا احنا ما نسميه احتفال، لكن ايضا في هذه المناسبة يكون توعية. يوم السبت ويوم الجمعة والسبت ايضا عملنا متماشية مع طبعا ذكرى هذه المناسبة من الأمم المتحدة في سباير، تشرف عليه الإدارة العامة للمرور طبعا يعني للتوعية، للتوعية وايضا مشاركة، يعني لجأنا الى الامم المتحدة نزلوا كم يعني احصائيات، ليس فقط كم شخص يتوفى في العالم وايضا المشاة وجميع ما يتعلق بامور التوعية، توعية الناس وتثقيفهم. لكن تكلم انت سؤالك، ارجع على سؤالك، منظومة السلام المرورية، احنا ننظر الى قريبا ان شاء الله لوضع استراتيجيه لتخفيض الحوادث المروريه ككل. احنا وضعنا الاستراتيجيه الوطنيه للسلام المروريه. هني احنا نتكلم في امور تاخذ فتره، تاخذ قصدي يعني مده، تحتاج الى وقت. مثلا التعليم، بدانا من اول مشاريع اللجنه الوطنيه الوصول الى اطار كنا مسميه منهج، لكن طبعا بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم قالوا المنهج طبعا بيصير عبء زياده على الطلبه وهي ابتدينا من النشء وضعنا اطار للسلام المروريه يدرس كجرعات في كل ماده، في الرياضيات، في العربي، في الفيزياء، في الكيمياء، من جميع المراحل، مرحلة ما قبل الأول ابتدائي حتى الثالث ثانوي. يدرس نعم، وتم تجربته، وهاي السنة الثانية إن شاء الله. إنها كتوعية مرورية تقصد ولا؟ لا، كمنهج يعتبر. شبه مادة. إيه، لكن شبه إحنا ما أول كنا عدينا منهج. بس في عدة مناهج، فقالوا يعني. بتزيد الأعباء والمواد على الطلبة. بس أنا ما فهمت. عملناها بطريقة. لا، أنا فهمت هذه النقطة، ولكن لنستوضحها للسادة المشاهدين، أن الآن تم وضع جرعات والتكثيف عليها في المناهج حتى لرفع التوعية المرورية ومخاطرها، ولكن وضعها في مناهج علمية ودراسية يحتاج أيضا إلى طاقم تدريسي مهيئ لهذا الشيء، وأكيد هم أخذوا بعين الاعتبار، ولكن اختيار المواد اللي ذكرتها، فيزياء، كيمياء أو رياضيات وكذا، شلون نصيغها؟ كيف يعني نطبق هذه في تلك؟ هذه طبعا احنا اشتغلنا عليها من أول قبل حتى الاستراتيجية الوطنية، من أول المشاريع مع المجلس الأعلى للتعليم وبوجود 25 خبير. وضعت جرعات المادة الثقافة المرورية والتوعية المرورية من خلال هذه المواد، كأشياء يعني بسيطة كرسائل، مثلا الرياضيات كيف ندخل، يحطون أطوال الطرق ويحطون من النشء إلى ثالث ثانوي. لكن يعني هذه الحمد لله يعني احنا هاي ثاني سنة طبعا تم تطبيقها. لكن ليش أقول لك التوعية والثقافة المرورية من النشء؟ يعني احنا بدأنا من أول أسبوع مرور في دول مجلس التعاون من 30 سنة تقريبا. واحنا طبعا نقوم العاتق الكبير كان على وزارة الداخلية وإدارة المرور وإدارة العلاقات العامة. نروح المدارس ونعطي محاضرات وتوعية وأسبوع المرور، لكن ما زلنا نفقد أيضا الشباب. نفقد الثروة الوطنية اللي هي العمر من 15 إلى 20 30 سنة. ويد واحدة ما تصفق يا أبو عبد الله، أنتم الآن متوجهين في رسائل إلى المدارس، المدارس متعاونة اللهم لك الحمد، وتم مثل ما ذكرت أنت جرعات بسيطة كتوعية للطلاب، مفهومية الطريق، مفهومية المواد. لا مش كفاية، لأن احنا نتكلم عن لابد من الآباء أيضا، الأسر، مراقبة الآباء للأبناء، يعني مثل قيادة السيارة بدون رخصة، الاستعراض والأمور هذه كلها يجب طبعا الجزء الكبير
مراقبة الأهل للابن نفسه. صحيح. نعم. يعني وضع محفزات أنا كأبو مثلا معطي ولدي سيارة عنده الإذن توه صغير سنة 18 سنة 19 سنة وخذ الليسن، أضع هناك مثلا حدود له كم مخالفة كذا ممكن أسحب منك السيارة. هذه الأمور هذه ممكن أيضا تساهم الولد، حتى لو كان مثلا الولد فيه طاقة أو طايش ممكن يمسك نفسه غصبا عنه لأنه ممكن سيارته تنسحب مني، عرفت؟ فهذه أيضا عاتق على الأب نفسه. يعني أنا ما سلم، أنا ما أقول والله إدارة المرور انتم زدتوا الحوادث، لا انتم دبروها، لا بعد الاباء لهم دور بعد، صح ولا لا؟ طبعا شوف الاباء، المدرسه، التربيه، الثقافه، كلها الثقافه يعني انه يكون يا ليت الشباب بس انه اول ما يركب السياره يعرف قيمه الحزام. نعم. انت معظم حوادث الشباب اللي خاصه باعداد كبيره لاحظتها يعني من زمان واحنا نراقب الحوادث هذه، تعرف انت يعني انت شباب مريت في المرحله هذه. يعني أحمد لما سيارة واحدة أحمد للأمانة ملتزم في قانون الطريق. لا والله أعزائي المشاهدين ترى كل ما نطلع مع بعض لا جد والله كل ما نطلع مع بعض يقول يلا خالد الحين نحط الحزام ونمشي مع بعض، صح ولا لا؟ إن شاء الله يا رب. للأمانة يعني ما شاء الله يا ليت والله يا ليت الرسالة توصل لكل الشباب والله، يعني مو بعشان والله يقول له أنا تعرف مرينا إحنا يعني الشباب ذولا ما يحط الحزام على أساس والله هام امور تدخل فينا والله يوم تلبس الحزام انك تطلع ارتب. نعم صحيح والله انك تطلع ارتب. احنا في المدارس بس كلمه حق تنقال ابو عبد الله شلون هذا الحزام يعني شلون هذا يثبت جسمك في المركز. صحيح صحيح. احنا يعني كنا نروح بدينا من سنين يعني قبل حتى يعني انه في قانون لحزام الامان وهي اول اسبوع مرور يمكن او ثاني اسبوع مرور من 30 سنه نراوي شلون أهمية حزام الأمان. نعم. وشلون يثبت جسمك في السيارة. صحيح. وشلون يعني معظم الحوادث المؤسفة اللي صارت فيه ثلاثة أو أربع شباب ويتناثرون من السيارة. صحيح. كلها عدم ربط حزام الأمان. عدم ربط الحزام. نعم. وطبعاً بعدين كثرت الأمور الثانية الزيادات في السيارة والسرعة والتواير بالون والأمور هذه. نعم. كلها. نعم. هاي كلها طبعاً إحنا نتكلم عن حوادث الشباب لكن نرجع إحنا إلى منظومة السلامة المرورية. صحيح. الثقافة والتوعية لها دور كبير. نعم. نرجع إلى أيضا وضعية الشوارع وهندسة الطرق. نعم. هاي لها دور كبير طبعا. احنا لما وضعنا الخطط اللي في الاستراتيجية الوطنية المرور والإسعاف والإنقاذ لا دور كبير. نعم. الإسعاف أيضا الصحة لهم دور كبير في الوصول. صحيح. إلى المصابين ومكان الحادث بأسرع. نعم. وقت ممكن. صحيح. يعني الأول كان تم 20 دقيقة نص ساعة لين خاصة في المناطق البرية وهاي يعني. نعم. كل من يكمل الثانية عن طريق الشباب. نعم. الحين الحمد لله يعني من عدة سنوات في نقاط موزعة الآن أيضا موزعة على ولازم. صحيح. يكون في يعني إحنا نسميه الوقت أو الدقيقة الذهبية اللي هي اللحظة الذهبية اللي شلون تقدر توصل حق واحد مصاب عنده نزيف أو إصابة خطيرة. شلون يوصل الإسعاف بأسرع وقت ممكن. صحيح. عشان تنقذ حياته. نعم. طريقة أول الشباب بس يشوفه مثلا من قلب في العديد ولا في أي مكان يحطها بالسيارة ويزيد يضاعف إصابته. نعم. لقد معظم إصابات الشلل. صحيح. والعجز الكامل. هذه نقطة من تحسب تحسب لهم صراحة. نشوف في كل مكان حتى في سيلين أو في العديد أو في كل أماكن نقطة تلقى. نعم. نفس. صحيح. الطبيلة أو الغرفة فيها إسعاف وإسعاف شغال وموجود. نعم. في كل نقطة ومنتشرة في الدعاء. هذه أيضا من الأهداف الجميلة اللي تخفف. صحيح. هو أمر الله ولا حول ولا قوة إذا كتب. نعم. الشخص يومه لكن. نعم. أيضا تساعد أن موجودين دورهم موجود فعال بدل لا أنا أخلي مركز ثابت مثلا في مستشفى حمد على ما أطلع على ما أوصل والزحمة وغيره. هذه ممكن تخفف من هالعوامل لكن أتمنى التوفيق للجميع ونسأل الله التوفيق لكم لله. أيضا هذا دور جدا كبير تقومون فيه والمؤتمر أعتقد أنه له فوائد جدا جميلة إن شاء الله راح نشوف أثارها على الطريق قريب. العميد المهندس محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس اللجنة المنظمة المؤتمر. الحديث معك جدا ممتع لكن داهمنا الوقت ولو ودنا بزود بارك الله فيك. بيض الله وجهك وما قصر. مدعوكم لحضور المؤتمر إن شاء الله لابد من وجودنا إذا ما تواجدنا تواجد كاميراتنا إن شاء الله. صراحة فرصة يعني هذه خاصة وجود هالكمية والمشاركين من جميع أنحاء العالم. نعم. تكلم حتى العارضين اللي بيقدمون دراساتهم وبحوثهم. نعم. من جميع أنحاء العالم تكلم. نعم. لك من الصين إلى أمريكا الجنوبية السويد. صحيح. أوروبا. فالاستفادة احنا ايضا شاركنا اكبر عدد من قطر. نعم. صحيح. جميع تقريبا 30 جامعات اللي في قطر. نعم. المدن الصناعيه المستشفيات. صحيح. اللي في قطر. نعم. كلهم مشاركين يعني مشاركين بدراسات وبحوث. اي نعم. نعم. نعم احنا نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله ويا رب ان تاتي هذه الدراسه فحواها وياتي هذا المؤتمر فحواها. اعزائي المشاهدين ايضا احنا نتوجه برساله من خلال هذا قبل لا نطلع على الفاصل ولكن فعلا ان حزام الامان امر لابد ان يتم يعني يكون شيء ملزم للنفس ولا يتم الاستهانه
أنا فيه أبدا، حتى وإن كان الطريق من وإلى نقطتين إقراب من بعض. نتمنى السلامة للجميع بإذن الله تعالى. إذن أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده. افتتاح معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم الثاني وزير الاقتصاد والتجارة النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، وذلك بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات وكبار المسؤولين بالدولة. تسعون شركة محلية وعالمية تشارك في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، والذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وتعتبر الشركات المشاركة من الأسماء العالمية الكبرى في القطاع البحري، بالإضافة إلى الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال. السنة ذي أول مشارك لنا في معرض العالمي للقوارب في قطر، والحمد لله هذه مشاركة جيدة لنا لإعلام الناس بالقوارب اللي تصنع في قطر محلية 100% من تصميم وتصنيع. بالنسبة للمعرض هالسنة أتوقع أفضل من العام الماضي، وأشوف مشاركين أكثر، وهذه فرصة للاستثمار بين المصانع المختلفة والتجار. هذه أول مشاركة لي، وبهرت في هذا المعرض، وأهني قطر أميرا وشعبا على هذا المجهود الحلو وضخامة المعرض هذا والمراسي الموجودة في قطر. وأتوقع أنه راح يكون مستقبل جدا ممتاز حق الصناعة البحرية، وخاصة صناعة كويتية إحنا أول مرة نشارك فيها، وإن شاء الله تكون هذه المشاركة موضع قدم لنا في قطر الحبيبة. يلعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دورا رياديا في استقطاب الاهتمام إلى القطاع البحري، ويؤدي ذلك إلى نمو مستمر ومتسارع لقطاع التصنيع في الدولة، مما يجعل من قطر منافسا جديا لعدد من الدول والشركات المصنعة في العالم. كما يؤثر هذا النطاق المتنامي للمعرض بشكل إيجابي على السياحة ومشاريع التطوير البحري والترويج لدولة قطر كوجهة دولية. بالانتقال إلى موضوع آخر، نظمت مؤسسة أياد الخير نحو آسيا روتا برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة مشيب العقارية لتطوير مهارات القيادة لدى الشباب وتنميتها. نعم، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو السيد عبد الله البكري مدير التنمية المجتمعية في مؤسسة أياد الخير نحو آسيا روتا. مرحبا ومسهلا فيك عبد الله، حياك الله في استديو الله ترحي. حيكم يا مرحبا فيكم. مرحبا يا مرحبا بك يا عبد الله. عبد الله، بالبداية نبي نطلع مشاهدينا على تفاصيل برنامج مهارات القيادة والعمل الجماعي، وكم عدد الشباب المشاركين فيه؟ نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرين لكم هذه الاستضافة. لا شكرا على وجه. احنا طال عمرك هذا برنامج روتا القيادي لتدريب الشباب على القيادة. بدينا في 2009 عندما بدأت روتا تستثمر في الشباب على أرض قطر. لذلك احنا قررنا أن نستثمر أكثر في موضوع الشباب وفي تنمية الشباب وفي إعداد الشباب ليكونوا قادة لمستقبل قطر. من 2009 بدأنا البرنامج القيادي. البرنامج القيادي هو عبارة عن برنامج ندرب فيه الشباب على مهارات القيادة وكيف يكونون فاعلين في مجتمعاتهم. فنبغي نحول الشاب
أو المشارك من شخص عنده بس فقط حب لخدمة وطنه وخدمة مجتمعه إلى شخص قادر على خدمة المجتمع، فيكون عنده السكيلز أو المهارات المناسبة والجيدة، بحيث أن إذا عمل برنامج في المجتمع يكون برنامج مؤثر وفعلا يزرع أو يصنع التغيير في مجتمعه، يأتي بنتيجة. نعم. يأتي بنتيجة. فلذلك إحنا أخذنا على عاتقنا هذا الأمر، فندرب الشباب على المهارات الأساسية لإقامة مشاريع مجتمعية أو برامج وأنشطة مجتمعية. بعد ذلك نحاول أن إحنا ندعمهم، ندعم هؤلاء الشباب دعم مادي ودعم لوجستي، اللي هو الدعم التدريبي، الدعم إذا احتاجوا أي قاعات أو احتاجوا أي حجوزات إحنا نقوم فيها أيضا. نعم. بالنسبة لهم، بحيث أن نشجعهم أنهم يسوون برامجهم في المجتمع. نعم، ممتاز. بعد ذلك عندنا مثل مسابقة، إحنا ندخلهم في مسابقة، إحنا سمينا هذا البرنامج برنامج تحديات روت الشبابية. فتدخل مجموعة معنا في هذا التدريب. بعد ذلك يتم تدريبهم، بعد ما يتم تدريبهم يتم إدخالهم في مجموعة من التحديات. هذه التحديات في النهاية هم المطلوب منهم أنهم يقيمون برامج وفعاليات في المجتمع، وبعد ذلك يتم تقييم هذه الفعاليات، عندنا مثل معايير يقيمون عليها، وفي النهاية نعطي الجوائز وهدايا للفرق الفائزة. مثابة التشجيع يعني وزرع روح التنافس اللي موجودة بينهم. يعني عبد الله، أنا بدي أسألك، يعني مثل هذا البرنامج أكيد له أهداف أخرى أيضا يسعى إلى تحقيقها، فوش الأهداف الثانية اللي دائما تحاولون تزرعونها في أنفس الشباب؟ عبد الله، يعني أنت واحد من الطاقات يعني الشبابية اللي لك باع طويل في هذا المجال، وش اللي أنت اكتسبته على الصعيد النفسي عليك أنت أيضا، وش اللي أنت تبون تحاولون توصلونه من خلال هذا البرنامج للشباب بالذات؟ إحنا من خلال هذا البرنامج نهدف إلى أمر واحد بكل بساطة. نعم. هو تنمية الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة في مجتمعهم. إحنا لو ننظر إلى رؤية قطر 2030 ركزت على التنمية البشرية، والتنمية البشرية إحنا في يعني في روتا نساهم في هذا الموضوع من خلال تنمية الشباب، لأن الشاب اللي عمره الحين مثلا 20 أو 21 أو 22 سنة في 2030 راح يكون ما شاء الله يعني قائد في مجتمعه. صحيح. وقيادي. نعم. وعنده سلطة القرار. نعم. فكل ما كان الشخص هذا مهيئ بمهارات وإمكانيات عنده قدرة على اتخاذ القرار الأفضل والأصح. صحيح. لبلده ومجتمعه ويعني ممتاز. البيئة اللي يشتغل فيها. ممتاز. عبد الله، ممكن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن برنامج أو برنامجكم الضخم اللي هو برنامج روتا أو برنامج تحدي روتا الشبابي، لو تكلمنا أيضا عن هذا المشروع. نعم. مثل ما قلت لك، إحنا هذا البرنامج هو أحد البرامج اللي تهدف أو تصب في تنمية الشباب. إحنا عندنا عدة برامج. نعم. عندنا برنامج روتا القيادي، وعندنا أندية روتا الشبابية لتنمية المجتمع، وعندنا مؤتمر روتا السنوي لتنمية الشباب، وعندنا تحديات روتا الشبابية. هذا تحديات روتا الشبابية هي تقع في ضمن هذه السلسلة. نعم. يعني إحنا عندنا الشاب اللي حاب إنه يشترك معنا أو ينضم معنا في هذا البرنامج. نعم. أول شيء لازم يدخل التدريب القيادي هذا. نعده وندربه ونسلحه بأفضل بالمهارات اللازمة. نعم. وبعدين نبدأ معه خطوة خطوة. إحنا عندنا كل أسبوعين نجتمع مع هؤلاء الشباب ونعطيهم مثل تاسكس أو مهمات. نعم. نعطيهم مهمات كل أسبوعين، نجلس معاهم ونشوف هل حققوا هذه المهمة. ممتاز. ولا ما حققوها. إذا حققوها يأخذون المهمة اللي بعدها، إذا ما حققوها نقعد نحاول معاهم لين ما يكملون المهمة هذه الأولى وينتقلون إلى المهمة الثانية. ممتاز. في نهاية هذه المهمات إحنا نعطيهم المجال إنهم يطبقون أفكارهم. نعم. اللي هم اقترحوها، وإحنا مجرد بس يعني نساعدهم في تنفيذ هذه المشاريع. ولكن هي هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع شبابية. نعم. لخدمة المجتمع. ممتاز. فإحنا نطلب منهم إن مشاريعهم تكون لخدمة المجتمع، تكون لها ارتباط برؤية قطر 2030 ومدى تأثيرها. يعني كل ما كان تأثير المشروع هذا اللي سووه أكبر، كل ما كان درجاتهم راح تكون أكثر في المحصلة. نعم. النهائية. نعم. عفوا عبد الله، كم عدد الشباب قلت لي المشاركين؟ إحنا هذه السنة دخلوا معنا 45 مشارك. جميل. ومشاركة. جميل. تم تقسيمهم إلى 9 مجموعات. هذه 9 مجموعات الآن راح تبدأ مرحلة
الاجتماعات ووضع الخطط النهائية. نعم. وبإذن الله يعني راح يبدؤون بعدين تنفيذ هذه الخطط. نعم ممتاز. طيب عبد الله أنت الحين يمكن أثرت الفضول في نفوس المشاهدين، أكيد في ناس ودهم يدخلون معاكم، وتعرف الحين فترة امتحانات، فهل في آلية أو في وقت معين للتسجيل أو للمشاركة في مثل هذا البرنامج أو حتى أيضا البرامج الثانية، لأن أنتم ما شاء الله يعني وايد أكتف يعني نشيطين جدا في هذا المجال، فشلون آلية التسجيل؟ نعم احنا شوف برامجنا في مؤسسة روتا تنقسم إلى قسمين، في برامج موسمية وفي برامج دائمة. البرامج الموسمية مثل برنامج القيادة هذا لازم الشخص يكون مسجل له من شهر سبتمبر، احنا نعلن عنه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الجرايد، عن طريق الإذاعة والتلفزيون. فتقدم لنا تقريبا 100 أو 100 فوق المية بشوية. نعم. شاب وشابة حابين أنهم يتقدمون ممتاز. لهذا البرنامج إحنا أقمنا معهم مقابلات شخصية، عملنا مقابلات شخصية للوصول إلى أفضل الأشخاص أو أفضل 45 شخص من المتقدمين. نعم. بعد الحصول على هذا العدد إحنا نبدأ معهم تنفيذ البرامج. لكن اللي يقول مثلا زين أنا ما لحقت على صحيح. هذا الموضوع إما نعم. أنه يعني يحاول يشترك معنا إن شاء الله في الدورة القادمة أو في برامج ما تحتاج إنه لازم ينتظر. يعني عندنا إحنا إن شاء الله في بداية السنة القادمة مؤتمر روتا الشبابي، مؤتمر يستهدف 450 شاب وشابة من داخل قطر وخارج قطر. هذه فرصة إن أي واحد يقدر يشارك، مش لازم ينتظر يعني لين السنة الجاية، فيقدر يقدم ويشترك. أيضا عندنا أعمال تطوعية كثيرة، يقدر المتطوع أو الشاب اللي حاب يتطوع معنا في أي برنامج من برامجنا يدخل بس مجرد على الويب سايت راح تطلع له كل البرامج والفعاليات القادمة ويقدر يسجل فيها. نعم عبد الله يا ليت لو على عجالة نذكر في الويب سايت بس على أساس إن الناس تشوفه قبل أن نطلع إلى فاصل قصير. إحنا والويب سايت تبعنا reach out to Asia نفس مسمانا أيادي الخير نحو آسيا بس بالإنجليزي reachouttoasia.org. نعم. إحنا بنتكلم عن أندية روتا الشبابية لكن بنطلع مع بعض فاصل قصير مشاهدين الكرام، عقبة نرجع نكمل حوارنا مع عبد الله البكري مدير التنمية المجتمعية في مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا. خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، ونرجع الآن معاكم ونستكمل الحوار مع ضيفنا عبد الله البكري مدير التنمية المجتمعية في مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا. مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله في استديو ترحيب. حياك الله يا عبد الله. عبد الله قبل الفاصل كنت بسألك عن نوادي روتا الشبابية، لا تعطينا نبدأ عنها وش اللي تقدمه من برامج. نعم برامج أو أندية روتا الشبابية هي أندية شبابية إحنا ننشئها. طبعا الأندية هذه الهدف منها هي إقامة برامج للمجتمع، البرامج هذه تخدم أساسا المجتمع القطري. نوادي عفوا أقطع كلامك أساسا نوضح المشاهدين، نحن دائما نستخدم صيغة الشباب المشاركين وكذا وهو فيه من الجنسين المشاركين، النوادي هذه شبابية وأيضا خاصة الفتيات أيضا ولا بس الشباب؟ أي نعم إحنا عندنا الأندية هذه تنقسم جروبات. نعم. الجروبات هذه في جروبات بنات وفي جروبات شباب. جميل. يعني مفتوح المجال. المجال للنزل. مفتوح لأي مجموعة من الشباب عندهم فكرة وحابين أنهم يطبقونها في المجتمع. إحنا نساعدهم في تطبيقها بالطريقة الصحيحة. نعم. لأن كثير من الشباب حابين انهم يسوون شيء للمجتمع ولكن بس مش عارف وين تنقص الاساسيات مثلا تنقص الاساسيات صحيح. تنقص حد يكون عليه يوجهه فيتفاجئ انه يوم يطبق مشروعه في الواقع يطيح في كثير من الاخطاء. احنا نقول له تعال نعطيك الدعم المناسب ونعطيك المهارات المناسبه ونشجعك انك تقيم برنامجك. فاحنا بس مش دعم مادي ايضا يعني جزء منه دعم مادي لكن عندنا ايضا دعم متابعي دعم إشرافي. لوجستي اشرافي. نعم. حتى نسهل لهم مثلا احنا لان
طبعا احنا لان نشتغل تحت قطر فاونديشن فعندنا كل المميزات ان نحجز القاعات اي المختبرات في قطر فاونديشن لنا اكسس عليها او لنا يعني قدره ان نحجز مثل هذه القاعات فنسهل للشباب مثل هذه الامكانيات صحيح. لان لو يعني بروحه يمكن ما يقدر يحصل مكلفه ايضا عبد الله مكلفة يعني بالضبط. معروف هذا الشيء. طيب عبد الله انا ودي اسالك الحين برامجكم كثيره ومتنوعه ومتجدده ايضا ولكن حدثني عن البرامج المستقبليه اللي راح تكون بعد هذا البرنامج ولا اذا كانت خطه عندكم موضوع الى الان. نعم احنا طبعا في كمؤسسه ايادي الخير العاسي عندنا كثير من البرامج وعلى مدى العام في عندنا الرحلات التطوعيه والان ان شاء الله يعني قاعدين نجهز حق رحله تطوعيه الى تونس ايضا في رحله تطوعيه الى تركيا وهذه الرحلات يعني شباب ايضا وبنات يشاركون معنا في مثل هذه الرحلات يطلعون معنا ويقدمون خدمه للاجئين في مثل هذه الاماكن. ايضا عندنا مثل ما قلت لك بدايه السنه القادمه عندنا مؤتمر الشباب الدولي وهذا مؤتمر صار له الان المره السابعه وان شاء الله يعني كل ما لا يكبر هذا المؤتمر فاي واحد او شاب او شابه حاب انه يشارك معنا يقدم خدمه سواء بالتنظيم او بالمشاركه فيا مرحبا فيه. هذا بيكون بدايه ان شاء الله شهر بدايه السنه القادمه. عندنا برامج تطوعية أيضا نعملها على مدار السنة هذه ومثل ما قلت لك أي واحد يقدر يدخل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة أياد الخوين حاسية ويعرف كل البرامج والأنشطة. أوكي. نعم جميل عبد الله. طيب البرامج برامج التنمية المجتمعية أنتم مخاطبين أي فئة فيها ومستهدفين أي فئة فيها وشنو مشاريعك وشنو هي الفئة اللي مستخدمين أيضا وشنو الأهداف منها؟ احنا الفئة المستهدفة من هذه البرامج الشبابية هي الفئة من 17 إلى 26 سنة فكل برامجنا تصب في هذه الفئة. احنا ركزنا في هذه الفئة لأن مثل ما قلت لك هي فئة الشباب هي الفئة اللي محتاجة شوي توجيه لأن بعد 26 نحس أنه خلاص صار إنسان ناضج ويعرف أهدافه ويعرف كيف يعني يخطط لمستقبله لكن الفئة هذه فيها الحماس وفيها الطاقة ولكن تحتاج بالضبط تحتاج حد يوجهها يقول صحيح. لهم مثلا أن مثلا هذه ممكن تعملون كذا أو ممكن تسوون كذا أو ممكن حتى يكون صاحب خبرة مستقبلا. أحسنت. وعندنا البرامج يعني هي شبابية يعني إحنا ما نقيم البرامج ولكن إحنا نحاول أن نشجع الشباب أنهم يقيمون البرامج فنحاول أن تكون برامجنا شبابية 100% بتفكير وتخطيط وتنفيذ شبابي. شباب ممتاز. طيب عبد الله يعني أنا عندي كم من سؤال ولكن يعني شلون شفتوا تفاعل الشباب معاكم من إخواننا وخواتنا؟ هل لهم مثلا اقتراحات معينة يبون دورات معينة يبون صقل مهارة معينة أو زيارة مواقع أيضا معينة في الدولة لاكتساب مثلا خبرة سواء أنه القدرة على الإلقاء فيقول لك والله يا ليت تنظمون لنا رحلة إلى القنوات الفضائية المتواجدة داخل الدولة يعني من هذا المنطلق؟ نعم احنا طبعا المهارات اللي نقدمها في التدريب روت القيادي هي المهارات الأساسية يعني مهارات القيادة ومهارات السوفت سكيلز البروجكت مانجمنت اللي هو إدارة المشاريع فهذه المهارتين الأساسيتين اللي نركز عليها كل طبعا تحت القيادة تندرج كثير أمور تحت إدارة المشاريع أيضا يندرج مثلا فريق العمل يندرج صحيح. تخطيط للمشروع كيف تحط الأهداف بطرق صحيحة كيف تنفذ مشروعك فهذه تندرج تحت إدارة المشاريع ولكن في كثير من الشباب يجونا يقول لك يا أخي أنا أبغي أخذ في السوشيال ميديا أو أبي أخذ مثلا على مثل ما تفضلت أبي أنمي مهاراتي في الكلام والخطابة والتحدث أمام الجمهور هذه أيضا من المهارات اللي إحنا قاعدين ندرس أنها تعطى خلال الفترات ما بعد التدريب القيادي. ممتاز ممتاز. طيب نبي منك كلمة تقدمها للشباب والشابات أيضا على راحتك تبي تدعوهم البرامج تبي يستفيدون منها برامج ويشاركون اللي ودك. اي نعم انا في يعني في النهايه احب اني اشكر اول شيء شركه مشير بالعقاريه اللي كانت راعيه لهذا التدريب ونحث الشركات الثانيه انها تحذو مثل هذه الشركه في دعم وتنميه الشباب. نعم. اقول حق الشباب ان يستفيدون من هذه الفرص الآن يعني مؤسسة أيادي الخوين حواسية واحدة من المؤسسات اللي قاعدة تقدم فرص تطوعية وفرص تنمية للشباب كبيرة على المستوى حتى العالمي. احنا شبابنا كانوا مشاركين في المؤتمر العام للأمم المتحدة
وقدموا محاضرات هناك والتقوا بكثير من الرؤساء وكثير من الوزراء. صحيح. فكانت لهم يعني نقلة نوعية. فأنا أقول للشباب واحثهم أنهم يستفيدون من مثل هذه الفرص، سواء في مؤسسة أدى الخور نحو آسيا أو في أي مؤسسة أخرى. صحيح. ولكن يعني لا تقعد هالشكل، حاول أنك تكتسب أي مهارة. نعم. من أي مكان. صحيح. بيض الله وجهك عبد الله البكري، مدير التنمية المجتمعية في مؤسسة أيد الخير نحو آسيا روتا، شكرا لكم لجهودكم الدائمة في دعم الشباب. بيض الله وجهكم، ما قصرتوا. وإحنا نشكركم الله يبيض الله توفيق إن شاء الله يا عبد الله. إذن أعزائي المشاهدين، والآن مع محطتنا اليومية من سوق واقف مع نديم قناة الريان فواز مزهر. مرحبا ومسهلا فيك يا فواز. يا هلا ومرحبا فيك خالد وأحمد، الله يعطيكم العافية على هذه الأسئلة الحلوة والأجوبة الأحلى من ضيوفكم، وأرحب أيضا بالمشاهدين الأحبة من خلال شاشة قناة الريان ومن خلال فقرتنا المعتادة في أجواء سوق واقف والهواء الحلو والنسمة الطيبة. طبعا ناخذ آراء الزوار من مقيمين من مواطنين من سياح. معانا أحد السياح نتعرف عليك ونقول لك يا هلا ومرحبا. حياك الله يا أستاذ سعد السبيعي. والله والنعم فيك يا سبيعي. سبيعي من وين؟ من الشرقية السعودية. والنعم فيك. كم يوم صار لك هنا؟ والله صار لي يومين. طيب احنا لقيناك في سوق واقف، قلنا نستغلك معانا، نبيك تكلمنا عن سوق واقف. شلون شايف السوق؟ والله سوق اشوفه صاحب الفكرة يعني جيدة وممتازة، يعني من فيها من مركز معلومات، من عندك الشرطة هذه ملابسهم قديمة يعني تراث قديم. حلو. الفنادق، الأسواق، يعني مثل ما تقول كل تراث قديم موجود هنا. حلو. يعني ما يطلع على بالك موجود هنا بالسوق. طيب شنو أكثر شيء لفت انتباهك يعني في السوق؟ السوق والله ما أقدر أقول لك كل شيء متكامل، أي شيء تراث قديم في أنحاء العالم، مو يعني بس بقطر، يعني كل أنحاء العالم سواء الخليج أو خارج الدول. نعم. كلها يعني متكاملة. وأشوف يعني صاحب الفكرة هذه صراحة نجح في الفكرة هذه، صراحة أنا ما شفتها أحد يعني سبق أن سوى مثل الفكرة هذه. جميل. أهم شيء أنت مستانس في الأجواء. نعم. هذه وبعدين فنادق متكاملة عندك هنا، والخدمات، الشرطة، الأمن، كاميرات، يعني أشوف يعني مثل ما تقول ما في يعني في ملاحظات. يعني أنا ودي أطالع ملاحظة يعني لو وحدة، يعني صراحة صاحب الفكرة ما أدري شلون يعني جمعها كلها. وغير ذلك في مركز معلومات هنا. على فكرة أسبيع، إحنا يسعدنا طبعا ويشرفنا ويثلج صدورنا لما نسمع الكلام من أخواننا اللي جايين من برا. فعلا هذا شيء يخلينا نفتخر ونتنومس فيكم، يعني لما انتم تكونون مستانسين جايين. طبعا هذه ديرتكم، ما نقول ضيوف. اي والله. حاب تقول كلمه اخيره لاخواننا هالشرقيه؟ بالعكس، انا اول مره اجي سوق واقف، هذا اسمع فيه سوق واقف. نعم. ونفسي اجي سوق واقف، وفعلا سبحان الله يعني توفقنا في الجوله هذه وطيبه. جميل. وقابلناك الشمري، انت من قناه الريان وخلف الكواليس يعني يشكرون. شاكرين لك حبيبي. حبيبي ما قصرت، الله يعطيك العافية. شكرا لك أيضا. تسلم يا أخوي. أيضا معانا أخواني المشاهدين، معانا أيضا أحد السياح. تفضل نتعرف عليك. حياك الله أخوي. السلام عليكم. هلا عليك. نتعرف عليك. سعود مهاوش رويلي. والله والنعم فيك رويلي. من قطر ولا من برا؟ اي نعم، من قطر. حلو. يعني اليوم لقينا من السعودية ومعانا واحد من قطر. عاد انت شهادتك مجروحة في سوق واقف، لكن كلمنا عن سوق واقف. ما يحتاج اصلا، اليوم انا مشرف سياحي جاي من ناس من اخويانا من السعودية. من اخويانا من السعودية. نعم. وجايبهم سوق واقف صار لهم تقريبا ما يقارب شهر. ايه. احنا نتواصل بالوسائل الاجتماعية وكلموني قالوا نبي نجي احنا خصيص السوق واقف. حلو. قلت يا مرحبا بكم والله حييكم، جبتهم اليوم معانا وموجودين هناك. شنو أكثر شيء، أكثر مكان راحوا له أو هم مركزين على مكان معين؟ يعني مثلا الأشياء التراثية، السيوف، المطاعم، ولا هم بس جايين يأخذون جولة؟ لا شوف، شهرة سوق واقف صارت يعني شو أقول لك، شهرة مش بالخليج، عربيا يعني سوق واقف أخذ حيز من دولة قطر شو أقول لك بالشهرة. فهم جايين هنا اسمعوا بالتراث، وديتهم عند السيوف، وديتهم
وخاصة يعني الجو اليوم لطيف، اليوم الجو ممتاز. اي نعم، وانت حر المطر ان شاء الله. أرويلي شاكرين لك تحت الفرصة هذه، بيض الله وجهك، الله لا يهينك يا اخوي. مشاهدينا مثل ما انتم شايفين هذه الاجواء الحلوة، انا بدوري اقول لكم حياكم الله في سوق واقف، ويا هلا ومرحبا فيكم. انتقل الكلمة عند اخواني في الاستديو، لكم الكلمة. شكرا لك يا فواز، ايضا الشكر موصول لضيوفك الكرام، وايضا هذه الفقره كما عودناكم اعزائي المشاهدين دائما تكون معاكم يوميا لنقل ما يتواجد من احداث وفعاليات في سوق واقف، ونتمنى منكم ايضا الزياره. واكيد يمكن خلال هالفتره القادمه باذن الله تعالى راح يكون ازدحام شديد على سوق واقف بحكم الاجواء تغيرت وصارت افضل من اول. على طار الاجواء، ايش رايك نشوف علوم الجو؟ مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف علوم الجو ونتعرف على احوال الطقس مع السيد عبد الله الحداد، كبير المتنبئين الجويين من اداره الارصاد الجوية. حياك الله يا عبد الله. يا هلا، مساكم الله بالخير. مساك الله بنور وسعادة. عطنا علوم الجو، طمنا. والله علوم طيبة إن شاء الله. يعني مثل ما بينتوا، أعتقد أن الرياح الآن شمالية غربية، والرياح الشمالية الغربية هذه الفترة رياح جدا جميلة، تحمل كمية من الهواء اللطيف، يتحول تدريجيا إلى هواء بارد. يعني يوم غد يوم بعد غد راح نلاحظ هبوط كثير في درجات الحرارة، راح نلاحظ شعور نسبي بالبرودة النسبية. أما بالنسبة للأمطار، الآن معظم السحب الممطرة تتركز داخل البحر، يعني شمال قطر داخل البحر، المناطق الشرقية من السعودية تتأثر بكميات كبيرة من السحب المنخفضة الممطرة. نتوقع إن شاء الله آخر الليل لغاية الصباح يوم غد إن شاء الله هذه السحب تتحرك تدريجيا على الدولة. إن شاء الله نتوقع خير، أمطار خير إن شاء الله راح تكون مع نهاية الليلة بداية صباح يوم الغد إن شاء الله. بالنسبة للرياح طبعا في تحذير جوي مثل ما أشرنا يوم قيد إلى غاية يوم الأثنين القادم، الرياح راح تكون قوية داخل البحر والأمواج مرتفعة. نعم. بيض الله وجهك يا عبد الله وما قصرت، والله يبشرك بالخير إن شاء الله. طمنت قلوبنا، إحنا قاعد ننتظر أي خبر عن الأمطار إن شاء الله. ما قصرت يا عبد الله وشكرا لك. مشاهدين الكرام، عندنا لكم مفاجأة بسيطة من قناة الريان. ذكركم أن تتابعون برنامج الصقار الذي يهتم بكل ما يهم المقناص والصقارين، وذلك عند الساعة الثامنة من هذه الليلة أول حلقة بإذن الله تعالى. نظرات حادة وهيبة كهيبة السيف، تناغم وتآلف بين الصقر والصقار. رح ناخذكم معانا في رحلة لاكتشاف عالم الصقور، نتعرف أكثر على أبرز أسراره اللي جعلت منه رمز للشجاعة والشموخ. الصقار بتشوفونا إن شاء الله اليوم الساعة 8 عقب العشاء. متابعة موفقة بإذن الله تعالى، وبهذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامجكم تراحيل. في أمان الله. نشوفكم على خير وفي أمان الله.